لها ايه قبل ما يطلعها؟ فرن. تطلع من مين؟ الاربع ثلاثات. بصوا بقى الاعدادات وركزوا معايا. اجي على الراوتر ده واقول له انيبل كونت في، واقول له ايه؟ انترفيس مسافه تانل. مسافه احط له اي رقم يعني زيرو مثلا. وامس ان انا اكتب الكوماند ده كانك بالظبط حددت بدايه النفق بتاعك. كليت فتحه وهميه رقمها كام؟ زيرو. تانل تانل زيرو. نفس ما كنا بنعمل الاريا كده. لا ملهاش دعوه بالاريا. ما الاريا كنا بنسميها برضه. هو نفس الرقم زيرو بس مش هي هي، حاجه ثانيه خالص. ايوه تمام. انترفيس تانل زيرو. ماله الانترفيس ده؟ هقول له اي بي ادرس. اي بي ادرس مسافه، وحط اي اي بي يعجبك. بص انا هحط كام؟ احط 192 168 71. مصر كام؟ 255 255 255 زيرو. خد بالك ده هيبقى اي بي للفتحه اللي هي الايه؟ الوهميه. الوهميه دي. يبقى ده كده 192 168 71. ركزوا معايا. طيب وبعدين اقوم جاي كاتب له كده تانل تانل سورس، يعني بدايه النفق بتاعك مسافه اربع وحايد. مش فعلا بدايه النفق ده اللي انا عايز احطه بيبدا منين؟ باربع وحايد. واقوم جاي قايل له تانل ديستنيشن أربع ثلاثات. تمام كده؟ يبقى كده نهاية النفق ده لو أنا مشيت فيه أوصل لمين؟ أربع ثلاثات. أربع ثلاثات. يبقى بقول له إيه؟ كريت لي تانل زيرو، بداية النفق أربع وحايد، نهاية النفق أربع ثلاثات، وقمت جاي أعطي أي بي أنا إضافي لتانل زيرو ده اللي هو كام؟ سبعة وعشرين. في مشكلة لحد دلوقتي؟ تعالى بقى نشوف الإعدادات على ده. هقول له انترفيس مسافة تانل، وأدي له أي رقم، مش لازم يبقى بنفس الرقم اللي قدامي. أنا هخليه برضه زيرو. فالفتحة دي كده هيبقى تانل إيه؟ تانل زيرو. وبعدين أقول له أي بي أدرس في نفس الند. الله يفتح عليك. اي بي ادرس 72 اصبح كان الفتحه دي الاي بي بتاعها كام؟ 192 8 كاننا وصلنا كابل طنل زيرو لطنل زيرو هنا من 7-1 ل7. بس هو في الحقيقه من 4 وحايد ل 4 كام؟ 4 ثلاثات. تمام كده؟ بس اقول له بقى ايه؟ تانل مسافه سورس 4 ثلاثات مسافه 4 ثلاثات وتانل مسافه ديستنيشن 4 1. والله ده شغل عالي يا باشمهندس. ايوه. يبقى انا حددت بدايه النفق 4 ثلاثات ونهايه النفق 4 ايه؟ 4 1. عارف لو انا جيت من الجهاز ده قلت له انا عايز ارنج على 7 2 اوتوماتيك هيطلعها من 4 وحايد ل4 ثلاثات. طب لو جيت من هنا قلت له عايز ارنج على 7 1 هيطلعها من 4 ثلاثات ل4 كام؟ هو بص ده اي بي وهمي انا حاطه اللي هو يوعدكم في الحقيقه 4 وحايد و4 كام؟ ثلاثات. ما انا حاطه ليه؟ عشان اقول للراوتر ده لو انا سالتك على 7 2 روح لي 3 4 3. هو هيفهم طالما انا عايز اتكلم 7 2 يبقى لازم ان اطلع من 7 كام؟ من 7 1. يبقى اروح لمين؟ ل4 3. تعالى بص انا عامل نفس الكلام هنا بس انا مخلي ده 10 1 وده 10 كام؟ بس لو انا جيت من ده قلت له انا عايز ارنج على ده انا من الراوتر نفسه ها قلت له انا عايز ارنج على 10 0 0 2
البنج اشتغل ولا ما اشتغلش الاول؟ البنج اشتغل. طب تيجي نراقبه، مع ان انا كاتب 10 2 في حقيقه الامر، في حقيقه الامر لو انت شغلت البنج واتفرجت عليه هتلاقي ان هو مش طالع من 10 1 رايح ل 10 2، ده طالع من 30 1 رايح لكام؟ 50 1. يعني دي كده ايبات واخد بالك اشتغال، مش هي دي الايبات الحقيقيه اللي هتيجي اللي هتشتغل. اي سؤال لحد دلوقتي؟ ارجع بقى هنا تاني، بص بقى هعمل ايه؟ اقوم جاي على الراوتر ده اي بي مسافه روت، لو عايز توصل لشبكه كام؟ 3 واحط له الماسك هنا بتاعها، روح لجارك حبيبك 7 كام؟ 2 واروح لده اقول له ايه؟ اي بي مسافه روت لو عايز توصل لشبكه كام؟ 1 الماسك بتاعها، كل جارك حبيبك 7 كام؟ 7-1 بس. اول ما انا ابعت داتا بتسال على شبكه 3، الراجل ده يبقى بعيد له 7-2، 7-2 ده عشان اوصل له امشي فين؟ في الطنر في النفق، فهيفهم ان انا عايز اعمل له ايه؟ طنر، ان جاي اطلعها من 4-1 ل 4-1 ثلاثات والعكس نفس الكلام. وانا ليه ما استخدمتش الاي بي البابليك بدل ما اعمل اي بي كتير؟ ما انا بص انا عشان اعمل اي بي روت ينفع اجي على الراوتر ده اقول له اي بي روت اللي يوصلك لشبكه 3 روح لاربع ثلاثات؟ ينفع؟ ما ينفعش. لازم الاي بي اللي يتحط هنا يبقى اي بي نيكست هوب في نفس رينج الانترفيسز بتاعتي. معايا ولا ايه؟ فعشان كده انا قلت لده انت 7-1 7-2 عشان لما اجي اكتب الروت ده اقول له روح ل7-2 هو يفهم اوتوماتيك ان هو هيبعت من 7-1 وبالتالي نهايه النفق اللي هي كام؟ 7-2. لازم تطلع نفس الرقم. نعم؟ لا الرقم اللي هو طنر زيرو؟ لا اي رقم يعجبك. بس لازم الند يبقى واحد. البدايه النفق ونهايتها الاي بي الفيرشوال اي بي واحد في نفس الايه؟ ند في نفس الند. دي تعتبر ايبات برايفت. ايبات بتبقى برايفت انت بتحطها بمزاجك. خد بالك كده الحمد لله ده عشان يكلم ده الدنيا هتشتغل زي شبكه واحد تكلم شبكه ثلاثه. ستيل لو شبكه ثلاثه عايزه تكلم شبكه اثنين ما تقدر؟ لا. انا عامل ايه بقى؟ عيش حياتك بقى. نفق من ده لده. خد بالك انت كده هتحتاج تكلم على ده طنل انترفيس ثاني. هيبقى طنل انترفيس كام بقى من زيرو بقى؟ تقوم جاي عاطي ده ايه؟ عاطي ده مثلا 8-2 وده 8 كام؟ حقيقه الامر 4 3 ل 4 كام؟ 2 2 وتيجي على ده تقول له بقول لك ايه لو عايز توصل لشبكه 3 روح لجارك حبيبك 8 كام؟ 2 2 وده لو عايز توصل لشبكه 2 روح لجارك حبيبك 8 كام؟ 8-1 طب كده فاضل ايه؟ دول كمان طنر كمان هنا بدايتها 9-1 نهايتها 9-2 في حقيقه الامر بدايتها 4-1 نهايتها 4-2 واجي على ده اقول لك ايه لو عايز توصل لشبكه 2 جارك حبيبك كام؟ 9-2 وانت لو عايز توصل لشبكه 1 جارك حبيبك 9 المشكله مش لاقيني حولت الرسمه مش لاقيني حولت الرسمه للرسمه اللي احنا عملناها 500,000 مره قبل كده من 7-1 ل7-2 8-1 8-2 9-1 9-2 وبعدين شغل الراوتنج يعني انت تخيل ان الرسمه بتاعتك تحولت للرسمه ديت ابدا بقى اعمل شغل راوتنج ستاتيك راوتنج عادي زي ما انت تعودت بس احنا كده احتاجنا لكل راوتر وين؟ اللي هو الاي بي البابليك اللي هو هيشتغل احنا قلنا هنثبت الاي بي ده هنثبت ده بتكلم فعليا كده في لما بنشترك نيست لاين مع في داتا هو اوريدي عامل في الكونفجريشن بتاعه بابليك اي بي على الراوتر على الفتحه الفتحه اللي هي بيت اللي هي تعادل هنا 4-1 بالظبط هنا مش هنا كده احنا برضه في حته نوت سكيور ان احنا اوريدي دخلنا في الدايره بتاعت شبكه الانترنت هيبقى في ثوره ممكن ندخل منها بص هو مش شرط هنا الاي بي ده لو انت طلبت من سيرفيس بروفايدر يربط لك فروع شركتك في بي ان ليست لاين ممكن جاي هو حاطط لك هنا اي بيهات برايفت بس هو مظبط عنده وعارف الاي بي البرايفت ده هيوصلك لانهي فرع تمام بس ساعتها الخدمه دي مش هتطلعك نت تربطك بس بالايه؟ بالفروع التانية ديدلاين ايه؟ ديدلاين
من غير نت اه بالظبط تمام كده ها. لكن لو ده واخد اي بي بطلك يبقى اللي عرضه للهاك من العالم الخارجي مين ده، فانت لازم تامن ده كويس. لكن اللي وراه امان ما تقلقش. اي سؤال لحد دلوقتي؟ طب ده اللي انا عامله فيه اللاب ده تطلعوا بقى. بصوا انا ده اللاب قبل الكونفيجريشن، ده قبل وده بعد. اللي قبل قوي بصوا بقى هنا مطلوب منك تحفر نفق من مين؟ من 30 واحد 50 واحد، ومن 50 واحد ل 40 واحد، ومن 30 واحد ل 40 ايه؟ انت محتاج كده على ده نفقين، وعلى ده نفقين، وعلى ده نفقين. ودي الشبكات اللي ورا كل ايه؟ ده اللاب قبل الكونفجريشن، ده اللاب بعد الايه؟ كونفجريشن. نطلع بس بريك ولما نرجع ان شاء الله نشوف هنعمل ايه.